صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله قرار رقم 4 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 2021 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية. جاء فيه يعين الشيخ عبد الله بن خليفة بن سلمان الخليفة عضوا بمجلس التنمية الاقتصادية، وتكون مدة عضويته إلى نهاية مدة التشكيل الحالي للمجلس.